لحبايبنا. طبعا احنا كده عملنا اللون الاخضر واللون الاصفر ومعانا كمان اللون الاحمر واللون الابيض بقى. طبعا انا عاملاه من الاول لان هشكل منه كتير، بس طبعا طريقة سهلة انتوا شفتوها وعرفتوها ومش محتاجة اي حاجة. ادي اللون الاحمر وادي اللون الاصفر اللي هو بالبرتقال، وادي اللون الاخضر اللي هو بالسلقة او بالسبانخ او بأي حاجة تحبوها لونها اخضر، المهم ان هي تكون الوان طبيعية وحلوة اهو. هنيجي بقى للون الابيض. اللون الابيض ده بقى هنشكل منه زي ما احنا عاوزين، هنعمل منه حلو وحادق، حلو وحادق. الحلو بعد ما هتسويها وتطلعيها وتديها حتة زبدة، هتروحي واخدة منها كده خالد عبد الله بيقول لي يا غالية ابني بيحبك قوي وبيحب كل اكلاتك، كتر خيرك، اكيد مامته بتعمل حاجات احسن من غالية، وعنده 11 شهر، عقبال ما يبقى عنده 11 سنة او 100 سنة. هنحط سكر بودرة، هنحط مثلا شوية زبيب، شوية جوز هند زي اللي ما عندك في البيت واللي عيالك يحبوه. طبعا هتحط لها الزبدة اللي انت عاوزاها على حسب ما تحبي.